هذه الاحتجاجات كانت مختلفة من عدة جوانب، والمحتجين نفسهم كانوا مختلفين أيضا، خاصة بطريقة تفكيرهم واعتمادهم على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتوظيفها لصالح تظاهراتهم بشكل خلى قطاعات واسعة من الناس تتعاطف وياهم وتنزل للشارع الطالبة بحقها في حياة حرة كريمة. وللجيل الجديد من الشباب أسلوب تفكير مختلف بتطلعاته وهواسه، جيل أكثر تأملا وأحلامه أكبر من عمره، يعرف استخدام التكنولوجيا في الاتجاه اللي يريده، وهو جيل لا يخلو من بعض أوجه القصور مثل باقي الأجيال، لكنه مختلف عنها جميعا بطريقة نظرته إلى الحياة وتعاطيه مع العصر الجديد وقضاياه. وللمقارنة بين الجيل الجديد والأجيال القادمة، يرى الكاتب الأمريكي ديفيد بروكس أن الجيل الجديد أكثر هشاشة من الناحية العاطفية، بينما كان أسلافه يعتمدون على أنفسهم بشكل أكبر ويتعرضون للمصاعب اللي كانت أقرب إلى القسوة، فإن أبناء اليوم يعتمدون بشكل كبير على آبائهم في مواطن شتى. ويستدرك الكاتب بالقول أن الجيل الجديد الموصوف بالمرونة والنعومة اللي يعيش حياة مرفهة هو أيضا قابل للتعافي من الصدمات على المدى البعيد، ووصفه بأنه يشبه الماء اللي تخترق اللقمة وتأثر به، لكن الماء سرعان ما يمتص الصدمة ويعود إلى طبيعته. ويقول بروكس: دعونا لا نظلم الجيل الجديد ونهضم حقه بوصفه كيفما نشاء، فإن الجيل الجديد اللي يبدو مرفه ومدلل سرعان ما يثور إذا تطلب الأمر الدفاع عن النفس أو حماية ذويه وأحبابه أو مستقبله. المجتمع العراقي تغير بشكل كبير خاصة بعد تشرين، والعراقيين قبل هذا التاريخ غير عن العراقيين بعده. نريد نعرف شنو طبيعة التحولات اللي مرت بمجتمعنا، وهل هي إيجابية بالمجمل، وشنو تأثير هذا الشيء على المستقبل؟